هلا انت مريضه ولا فيك شيء؟ شو عم تساوي؟ لسه طول بالك يا حلو. طالما انت ما انقلعت من هذا البيت انا رح اقرا الفاتحه على روحك. لا تطلع فيني هيك ولك وسخ. حابب تضربني مثل ما ضربت تولجا مو هيك؟ يلا اعملها. لا توقف، اضرب. يا ولاد انتو شو عم تساووا؟ انت ليش هيك مبلل عمر؟ فتحت المي فجأة وهيك صار. يلا اطلع لفوق وتحمم. ما في داعي هلأ بنشف حالي. حبيبي عمر لا تخجل لو سمحت. يلا اطلع الغرفة الثانية اللي على اليسار. شكرا لك. انتي ساويتي شي للولد؟ لا تقلقي امي، لو انا ساويت شي لهالمتوحش لكان ضربني، لانه هو مريض نفسي. انا ما عم بستوعب ليش انتي مصرة انه ما تفهمي هالشي. هاريكا انتي ما عاد عرفتي شو عم تقولي بسبب غيرتك. لا ابدا، انا بعرفه لهداك الوسخ كتير منيح. وانتي كمان رح تشوفي وشه المتوحش شي يوم. بتمنى وقتها ما تكوني ندمتي وما تأخر الوقت. بنتي ممكن تهدي وتروقي شوي. عمر في مناشف نظيفة عندك بالحمام. بتحبي الدوقية اللي معي؟ بدوقة. لا قدير لا تسوي فيني هيك. تعرفي